حالات كثير من الشباب الفلسطيني اللي يعني انت بتقدر تحترمها. وين الشباب هدول المبادرين موجودين؟ مسؤولية عدم الثقة عند الشباب مين هو المسؤول عنها؟ انه ما سلبيين للظروف المحيطة فيه يجوز بكون عنده حق يجرب. بالضبط. سمعنا؟ لكتاب وفنانين ومصوري مجلة فلسطين الشباب، استنوا إيميلنا أو تليفوننا لحتى تكونوا ضيوفنا في الحلقة الجاية. ضد استخدام مصطلح تحقير. المعرض هو عبارة عن محاولة لرؤية فلسطين بطريقة مختلفة. كيلي في مجلة فلسطين الشباب ترسلها الناس وهم بيبعتوا لك مسج بردوا لك إنه أوكي. الدفتر لا ينتهي والنص لا ينتهي إلا بنهاية صاحبه. نهاية صاحبه يمكن. أنا بقترح نحكي بسرعة عشان نخلي الناس تسمع. عشان خلي الناس يسمع طبعاً. لا أبداً. ضمن الحلقة. بس شاب يعني. عم بفكر. خد راحتك. خد راحتك. سائد شو هالموسيقى الفايعة؟ شفت أنا عم بحاول. أكيد هلا بنودعكم شباب وصبايا مني أنا ونسرين بأحلى مساء. برنامج فلسطين الشباب، الامتداد الهوائي لمجلة فلسطين الشباب. من إنتاج شركة جيل للنشر وبالشراكة مع منتدى شارك الشبابي. يأتيكم كل يوم أحد في تمام الساعة الخامسة، ويعاد كل يوم أربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء. من إعداد وتقديم سائد كرزون ونسرين عواد. برنامج فلسطين الشباب برعاية حصرية من الوطنية موبايل.